ما بشتغلش مطبوع دلوقتي، انا بشتغل صحافه الكترونيه. ليه؟ لسبب مهم جدا، اقتصاديات الصحافه المطبوعه في مصر الورقيه بقت مختله. ازاي؟ تكلفه الجريده اللي بتطبع مع زياده اسعار الورق والاحبار وغيره والكلام ده وكله مستورد، بقت الجريده بتتكلف النسخه الواحده بتتكلف اكتر من قيمه بيعها. تمام؟ طيب اللي يعوض المفروض الاعلانات. الاعلانات هجرت الصحافه المطبوعه علشان راحت للسوشيال ميديا والصحافه الرقميه. يبقى حسبه صحيفه مطبوعه دلوقتي في ظل اوضاع الصناعه اللي هنا في مصر حسبه خسرانه، هتقفل. والدليل على كده ان الصحف القوميه او المؤسسات الحكوميه القوميه بتعاني. مؤسسات كبيره جدا 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 جدا، وانا ابن الاهرام وافخر ان انا احد ابناء الاهرام، انه بتعاني اقتصاديا. ما هي مدرسه الاهرام موجوده، يعني مدرسه بتعاني. مدرسه طبعا، مدرسه طبعا كبيرة جداً. المؤسسه كبيره ولازالت وبتحارب في الصحافه الرقميه وفي المطبوعه وكان بس وفي المطبوعه لسه موجوده الاهرام طبعا. بتحقق نجاح ولا بتخسر؟ والله دي يقولوا عليها المسؤولين في الاهرام، بس اعتقد ان اي صحيفه مطبوعه تخسر. تخسر دلوقتي، تخسر دلوقتي، بس يعني اوضاع صعبه جدا جدا جدا. ادخن جورنال في مصر بيوزع كام مثلا؟ ليه تجيبيني في المنطقه الصعبه دي؟ يعني ادخن جورنال يوميا، هقول لك الجرايد كلها كده ما بتجيبش 200,000 نسخه في اليوم، كل الجرايد اليوميه. ال 200,000 نسخه اللي ما بيرجعوش خلاص دول اتباعوا. اتباعوا اللي مطبوعه. قولي اللي مفيش نسخ. يعني تقريبا في صحف اسماء كبيره بتوزع 7-8,000 نسخه وفي 3,000 نسخه.